أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. أصيب شخصان باستهداف قوات الأسد لسيارتهما بصاروخ موجه قرب بلدة الكندة بريف إدلب الغربي، تزامنا مع استمرار القصف على ريفي إدلب وحلب. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن قوات الأسد قصفت بالمدفعية بلدات الإبزمو وكفر تعال وتقاد غرب حلب والفطيرة وبنينين بريف إدلب الجنوبي. أصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل بأربعة حوادث سير اليوم الأحد بسبب زخات الأمطار التي شهدتها المنطقة، ما شكل طبقات لزجة على الطرقات. وقال الدفاع المدني السوري إنه تزداد مع الهطولات المطرية احتمالات انزلاق السيارات، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة. ومساء أمس توفي طفلان وأصيب 20 آخرون نتيجة حادث سير بمنطقة عفرين شمال حلب. أعلنت مديرية التربية والتعليم في إدلب تعليق الدوام المدرسي ليومي الأحد والاثنين في عدد من مدن وبلدات ريف إدلب بسبب استمرار قصف قوات الأسد على المنطقة. وبحسب مديرية التربية فأن الدوام علق في مدارس مدن وبلدات بنش وسرمين والنيرب وتفتناز وشلخ ومعرة النعسان وطعوم بريف إدلب، وجميعها مناطق قريبة على خطوط التماس مع قوات الأسد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 2300 قتيل وأكثر من 9000 جريح حتى الآن. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع هذا، وتستمر إسرائيل باستهداف المباني والمنشآت الحيوية، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة. جدد أهالي السويداء تأكيدهم على استمرار حراكهم حتى إسقاط سلطة الأسد وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا. والأحد تجمع العشرات في بساحة الكرامة وسط السويداء، أكدوا على مطالبهم بإسقاط الأسد وتحقيق التغيير السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.